السلام عليكم متتبعين قناة حبتي ليدي. اليوم ان شاء الله وباذن الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي مهم بزاف، تغير مجرى الحياة ديال الانسان بحكم تجربة او لا بحكم تجربتي الخاصة. نوجه هذا الفيديو ان شاء الله للاخوات والاخوان اللي مديونين واللي عندهم دين وبغاو يحيدوا الربا وبغاو يخرجوا من الازمه ديال الكريدي ديالهم، بغاو يوقفوا على رجلاتهم. الناس اللي غادي غنعطي نصائح ان شاء الله مهمه، الناس اللي تيتسلفوا الحولي ديال العيد اللي تيجيو حتى العيد الكبير وتيلقاو عندهم واحد الازمه ماديه خانقه. غنحتاجوا واحد المذكره اولا دفتر اولا اجندا كيف ما بغات تكون اللي غننظموا فيها التدبير ديالنا اولا الاقتصاد اولا المشتريات ديالنا ديال السنه كامله، وكيفاش الانسان يقدر ينظم هاد الميزانيه ديالتو اولا المدخول ديالو. الاخوان والاخوات راه من القليل نقدروا نوقفوا على رجلينا، من القليل نقدروا نديروا الكثير بحسن التدبير وبالصدق مع الانسان اللي مشارك مع الحياه ديالك، يا الزوجه يا الزوج. انا نوجه هذا الفيديو لاي اخوان واي اخت، جميع الاخوات وجميع الاخوان اللي تيشدوا المصروف في يديهم وتيبقاو غارقين في الديون وفي الازمات. راه هذا انسان يلقى كيفاش ينظم حياته، اقسم بالله العلي العظيم راه يخرج من الازمه. اول حاجه غنحتاجوا اي قله ديال الطين، ومن الاحسن تكون قله كبيره لان غنحتاجوا لها العام كامل، اولا شي صندوقه ديال العود. الانسان اللي يمشي عند النجار يصيبها له، يصيب له واحد الفتيحه فيها وغادي نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. او الانسان اللي تيعرف راسو انه ما تيوصلش للبسطام، يعني اي بسطام نقدروا نحطوه غير في بسطام، نقتصدوا في بسطام، ولكن يكون على يقين انه ما غيمشيش لذاك البسطام، وخا ساهل انه يحلو ما يمشيش ليه وما يهزش منه. سينو الانسان يمشي يدير قله ديال الطين تكون كبيره ويعرف راسو انه ما يقصش فيها ما غيهرسهاش، ويعزم على انه يجمع واحد المبلغ من المال اللي غنشاركو معكم ومهم، هو 20 مليون مغربيه كيفاش تتجمع في ظرف قليل، وحنا تنبقاو غالطين وتنبقاو في الكريديات وتنخليو الفرصه للانسان اللي يلوح لك الكلمه بانك راك غارق في الدين او راك ما عندكش او لا توحل نيت. والحمد لله الاغلبيه ديال الاخوات والاخوان ولاو تيمشيو للربا، يعني تيمشيو يدقوا باب الابناط على انهم يتسلفوا من عند انسان مباشره، لانه غيسمع منه خز ودني او لا خل ودني كيف ما تنقولوا. من الاحسن الانسان ما يوقف لا على هذا ولا على هذا، لهلا يوقف شي واحد على الجهد ديالو، ومن الاحسن الانسان يتوكل على الله، عطاه الله واحد الرزيق يقتصد منه وراه غيوقف على رجلاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتطرق معكم الموضوع كيفاش الانسان ما يوقفش انه يتسلف فلوس الحولي للعيد. الاخوان والاخوات انا اللي تنوجه لهم هذا الفيديو، راه ساهل باش الانسان يجمع فلوس الحولي العيد وتكون عنده. انا تنهضر مع الناس اللي مساكن تيخدموا بواحد المبلغ اللي قليل، ومن القليل خاصو الانسان يدير الكثير. من القليل انا كيف ما تنقولها لكم، من القليل الانسان يقدر يدير الكثير وما يوقفش على واحد الانسان في العيد الكبير ويوقف انه مكسور الجناح وتيتسنى واحد يشري له الحولي، او لا تيتسنى واحد يدق بابه، او لا يمشي يتسلف من عند شي واحد اللي ما يستاهلش انك توقف عليه باش يسلفك فلوس الحولي العيد. اذا من حسن التدبير ومن واحد الطريقه اللي ساهله واقتصاديه الانسان انه يقدر يجمع فلوس الحولي العيد، او لا يديرها على قبل دخلت المدرسه او على قبل رمضان، يعني المناسبات اللي الانسان تيوقف انه يحتاج حاجه الفلوس واحد المبلغ اللي تيكون مهم بالنسبه للناس اللي مساكن ما عندهمش. بالنسبه للناس تاع العيد الكبير تنصحكم انه الانسان يوضع 50 درهم فقط، 50 درهم في قله اولا في واحد الصندوقه وينساها كل اسبوع. راه بمجرد تحط غير 50 درهم، انا تنهضر تنوجه كيف ما تنقول لكم الناس اللي على قد الحال، ما تنهضرش على الناس اللي عندهم وشايط عليهم الفلوس وما عندهم ما يدير بهم، تنهضر مع الناس مساكن اللي تيتخصوا واللي تيوقفوا في ازمات وما تيلقاوش باش يكونوا.
إذا 50 درهم كل أسبوع راها كافية باش الإنسان يجمع 52000 ريال في العام. إنسان الأخوات اللي تتقتص انتشار ديال المصروف راه تتقتصري تقتصدي أكثر من 50 درهم في الأسبوع رغم الغلاء ديال المعيشة. تبارك الله على الأخوات المغربيات راهم مقتصدات، تيعرفوا كيفاش يقتصدوا، تيعرفوا كيفاش يخرجوا راسهم، تيعرفوا بزاف د الحوايج والحمد لله. لأن الحمد لله هذه صفة عطاها لنا الله سبحانه وتعالى، الإنسان إلا بغى يوصل شي حاجة راه تيوصل ليها. إذا بخمسين درهم الإخوان والأخوات، 50 درهم في الأسبوع، أنا تنقولها لكم في الأسبوع ماشي في النهار، راها تكفي باش أن الإنسان يجمع 52000 ريال في العام. إلا كان عندك الشيط وزدتي واحد 10 درهم هاد المرة في هاد الأسبوع أو لا 20 درهم، راه الإنسان تيكون عنده توصل حتى 5000 درهم أو لا توصل 4000 درهم كافية باش الإنسان يشري بها حولية العيد، وبأنه يشري تقضيته ويفرح داره ويفرح أسرته ويفرح وليداته بدون أي وقفة على شي واحد. لهلا يوقفنا ولا يوقفكم على شي واحد باش تسلفوا من عنده. اذا راها خيبه بزاف ان الانسان خدام العام كامل ويجي حتى العيد الكبير تيبدا يقلب باش يشري الحولي ديال العيد الكبير. اذا هذه نصيحه الاولى اللي غنعطيكم، وجربوها، ديروا واحد القله او لو واحد الصنيديقه وحطوا فيها غير 50 درهم في الاسبوع الاخوان، والله العظيم راه ما غيوقفش الانسان على داك. غير هي يكتب واحد التيكيتاب ان هذاك ديال الحوليه العيد الكبير ما يفكرش انه يهز منهم، وراه غادي يخرج من الازمات ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي طلبوا على كيفاش تجمع 20 مليون، والناس اللي ما باغينش يديروا الربا، والناس اللي تيخافوا الله سبحانه وتعالى، صندوقه بحال هذه راه كافيه ان الانسان يجمع فيها 20 مليون ويديرها ويدير لها واحد القفيل ويحيد داك الساروت، يغبرو يعرف راسو انه ما ياخذوش وما يحتاجش وما يهزوش، ولو يوقف ما عندوش دوك الفلوس وما كاينينش. ان شاء الله باذن الله شهر يناير 2023 باذن الله ناخذ هذا التحدي ديال انسان يوقف على رجلاته ويخرج من الازمه ويجمع واحد المبلغ لا يستهان به، اذا في مده اللي وجيزه الاخوان. اذا ياخذ واحد المذكره يكتب جونفي 2023 او لا يناير 2023. الاخوات والاخوان اللي ما تيعرفوش يكتبوا ويقدروا يعطيوا لولدهم ولا بنتهم يكتب ليهم، تنكتبوا الاسبوع الاول او السيمانه الاولى ولا لا بروميير سيمين، على حسب كل واحد اشنو اللي بالطريقه اللي بغى يكتب الله يجعلو يكتب بها باش انه يدير حسن التدبير ويخرج راسو في داك الاقتصاد. اول حاجه في داك الاسبوع الاول غنكتبوا جميع المشتريات ديالنا اللي تنصرفوا كيف ما بغات تكون، قليله صغيره كبيره، اي حاجه صرفناها نكتبوها باش نعرفوا راسنا شحال صرفنا في داك الاسبوع، والاسبوع اللي من بعد يعني اوتوماتيكمون راه حنا غادي نقتصدوا على ديك الميزانيه اللي مشينا فيها في الاسبوع الاولاني. بالنسبه لهذا الاقتصاد الناس اللي خدامين بالنهار، كاينين بزاف الناس اللي تيدخلوا واحد رزيق بالنهار، كاينين خدمات اللي حنا تنستهنوا بهم ولكن تيكون فيهم رزق كثير والانسان ما تيخرجش راسو تيبقى تيتسنى انا راه الطبقه العاشه. لا انت ماشي طبقه عاشه، انت راه واحد الانسان اللي ما عرفتيش تدبر، ما عرفتيش تحسن التدبير، ما عرفتيش كيفاش تنظم حياتك، وما عرفتيش كيفاش تقتصد باش توقف على رجليك وتخرج من الازمه. اذا اول حاجه نقول لكم سنه سعيده ان شاء الله بطولة العمر وبالصحه وبالرزق الكثير وبالخير الكثير. اول حاجه اللي غنحطوها ونهتموا بها هي الصحه. الصحه هي اهم حاجه في الحياه ديال الانسان. اذا الانسان الا تعلات الصحه ديالو راه ما سوا والو، ما غاديش يبقى يقدر يخدم وما يقدرش يقدر يدخل داك المدخول. الناس اللي تيخدموا، العيالات اللي تيديروا الميناج، الناس اللي تيخدموا في قهاوي، الناس اللي تيخدموا في كوزينه، الناس اللي تي لي سيرفور، راكم تتشيطوا شي حاجه الفلوس، تحاولوا انكم تقتصدوا باش من تقلل الصحه تلقاو باش توقفوا. هذه من باب، من باب اخر الانسان كيفاش يجمع 20 مليون. الاخوان والاخوات اللي عندهم واحد المدخول او لا هو والمراه خدام، واحد فيهم يحط 100 درهم النهار. 100 درهم النهار راها كافيه في مده 5 سنين الانسان يجمع 20 مليون مده 5 سنين. شوف احنا ناخذ ضرب الكريدي سكن اقتصادي 25 مليون تتبقى فيها 25 عام وانت تتحط في 30000 ريال الشهر او 26000 ريال الشهر، وفي التالي تلقى راسك باقي ما كملتيهاش. مده 5 سنين 100 درهم النهار
اتفقي انت والزوج ديالك مثلا الخلطه ديالتك ما تقيسوهاش، تخبيوها اذا كانت واحد 3000 درهم ولا 3000 درهم، وما كانش اذا انت دخل بالنهار يحاول ان 100 درهم يحطها في واحد القله كل نهار مثلا، اولا غير 50 درهم الاخوان اذا ما قدرش، اولا غير 20 درهم. المهم انا غنعطيكم فيديوهات كثيره كيفاش الانسان يجمع واحد المبالغ اللي مهمه بواحد الثمن اللي قليل بدون ما يحس بدون ما يشعر، غيلقاها في واحد المده وجيزه جمع واحد المبلغ لا يستهان به، واحد المبلغ اللي غيخرجه من الازمه بمجرد انه يدير قله ويقتصد فيها، وغادي ربي يعاونو باش الانسان يوقف على رجلاته. وغادي ندير معكم ان شاء الله فيديوهات وطريقه كيفاش الانسان تيخرج من الدين ديالو او الديون اللي تتكون مكركمه، طريقه صحيحه باش الانسان يخرج منهم ان شاء الله ويوقف على رجليه. تنقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، والى الملتقى في القريب العاجل. دمتم في رعايه الله وحفظه.